السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من البرنامج مواقف محرجة. الفكرة في هذا البرنامج هذا جاتني لأنني شخصيا بكل تواضع تنسافر بزاف، وخلال السفر ديالنا ضروري تنطيحوا في شي مواقف محرجة. هاد الموقف هذا ربما يكون عبارة عن قول، عبارة عن فعل، وحتى كتصدم في هذيك البلاد اللي فيها انت، كتصدم بأن هذاك الشيء اللي قلتي أو هذاك الشيء اللي درتي راه عيب أو ربما حرام، تتوصل معاهم حتى للدرجة هذه أو ربما حرام، وانت ما تكونش بالك، في حين انه في البلد ديالك هذاك الشيء عادي، ربما عادي تقولوا عادي ديروا، ما كاينش المشكل. علاش جاتني هذه الفكره هذه؟ ومن هاد القصص هادو ضروري غادي يتعلم شي واحد يمشي لهذيك البلاد ما يديرش هذاك الفعل او ربما ما يقولش هذاك الفعل. هذه هي الحلقه الاولى من هذا البرنامج هذا، وغادي نعاود لكم على واحد القصه اللي وقعت ليا. يلا على بركه الله نبداو. سنة 2017 كنت في دولة إيران، وكنت تلاقيت مع واحد الناس تما الله يعمر لهم الدار، اللي حتى مازال معاهم على اتصال. والاسم ديال هاد الناس هادو عائلة وتتكونوا من جوج أفراد، الاسم ديالهم محسن ومرزارد. تلاقيناهم في طهران، ومشيت أنا سافرت في إيران أنا والزوجة ديالي، وعيطوا لينا في التليفون قالوا لنا راه كاين واحد العرس، هذاك العرس غادي يكون في واحد المدينة بعيدة، واش تمشيو معنا لهذاك العرس؟ غنعرضوا عليكم تمشيو معنا، غادي نجلسوا واحد اليومين وثلاث أيام في هذاك العرس ديال العائلة ديالنا. قلت له انايا ما كاينش مشكل، انا قابل للاشتعال ما كاينش مشكل. علاش؟ لانك باش تشوف هذوك الاجواء ديال الاعراس الايرانيه، وربما غادي نعاود شي قصه عليها باش تعرفوا بان الاعراس كيفاش دايرين تما. المهم انايا قلت له صافي ما كاينش مشكل، غادي نمشيو لهذاك العرس ما كاينش مشكل. انا درت واحد التوسمه في ايران ورجعت عنده لطهران، بتنا معاهم واحد الليله، ومرا شدينا الطوموبيل مشينا في الصباح، مشينا لهذيك المدينه. هذيك المدينه اللي كنسكن فيها سميتها زون، ما بقيتش حق على الاسم ديال المدينه بالضبط. المهم هذيك المدينه كانت قريبة على الحدود مع العراق. مشينا بحال ما كدخلنا لهذيك المدينه، تلاقينا مع مو مع با مع خوتو. المهم كان العرس، راكو عارفين العرس عندهم هما بحال تقريبا بحال المغرب، يعني العائله كامله كتجمع تجلسوا كاملين في دار وحده. كنا جالسين في دار وحده، المهم هما في ايرانيين ملي تيبغي ياكل ولا شي حاجه تيجلسوا في الارض، ما تيديروش الطبله، ماشي كيسوا انهم ما عندهمش الطبله ولا شي حاجه، ولكن هما تيجلسوا تيفرشوا في الارض وتيجلسوا بحال الشكل ديال الخيام وداك الشيء. المهم جلسنا في الارض وحاطين الماكله، والماكله داك الشيء كان ناضف، فهمتيني؟ يعني كان واحد الطبله عامره، ماشي طبله واحد الارضيه كامله عامره. وريحنا. المهم حنايا ملي ريحنا كانت الاخت ديال السيد اللي عرض علينا كانت تقدم لنا، لان هي اللي طيبات، كانت تقول لنا هاد الماكله سميتها هذه شنو هذا وشنو هذا. ومازال عقل انا واعي على اكله واحده اللي قدموا لنا سميتها قرمه صابزي. الاكله ديال القرمه صابزي زوينه بداك الشيء ديال الروز، واحد لاصوص ديالو كتخلط هذاك الشيء وكتبقى تخشي، يعني شي حاجه بنينه بزاف. المهم هنايا هو يتسولني واحد السيد تما مازال، المهم سولني ويقول لي انتم في المغرب شنو كتاكلوا؟ قلنا شي اكله. المهم هما لانه عرضوا عليهم الثقافه ديالهم الماكله ديالهم، يعني شنو كاينه هذه كاينه هذه. وانا يا مغربي راك عارف ان حنايا شنو عندنا، شي حاجه هي كتكون بنينه، فهمتيني؟ يعني حنا ماشي زعما بنينيه، يعني شي حاجه تقليديه من المغرب. المهم انا على البداية بديت نهضر بحال ما كتهضر على المغرب، قلت له انا راه عندنا حنايا الطاجين وعندنا الكوسكوس بحال ما هكا، الكوسكوس طنجيه في مراكش كذا. المهم داكشي قدمت ليه، وملي قلت تما حنايا جالسين وتنهضروا، كان هذاك كامل الحوار كامل داير بلونجلي، وشكون اللي هما ما تيفهموش كاملين اللي كانوا معايا ما تيفهموش لونجلي، كانوا بقى شي ثلاثه ولا اربعه، وكان خدام الترجمه، فهمتيني؟ ممكن كلشي بحال ما هكا، انا اللي تنهضر يعني تنكون واحد يعني واحد الاي كونتاكت تيكون غير ما بينات هذاك السيد اللي تيفهم لونجلي، ما تنهضر معاه تندير له بحال ما هكا تنهضر انا وياه، والناس الاخرين تتسمعهم تيضحكوا ولا شي حاجه وتيشوفوا فيك. المهم اسيدي انا جالس نهضر بحال ما هكا، قلت له انا ما بينات الاكل ديالنا اللي عندنا كاين الكوسكوس، هذاك الشيء تناكلو كل جمعه. المهم غير نتقصد الكلمه ديال الكوسكوس، هما يديروا خونا اللي كان تيترجم لي حتى السيد بوجه ديالو الاحمر والاخرين اللي كانوا غادي في بوجه كتشوفوا فيا كلشي يدير بحال ما كاحنا في الطبله وجلس، ماشي الطبله حنا في الارض وجلس ياكل. المهم انا ما راه انا لاحظت هذه الملاحظه لاحظتها، ومن اللي قلت انا بقيت وديك الكوسكوس انا بقيت نعاودها بزاف، تقول لي مثلا الكوسكوس بنين تناكلو كل جمعه، المهم تيكون فيها داكشي الحمص تكون فيها الخضره، كل واحد باش يديرو بعد مره تيديرو بالتفايه بداك البصله والزبيب، وانا جالس نهضر معاه داكشي بنين وتنهضر على الكوسكوس بحال هكا. المهم اش غادي نقول لكم، ملي ساليت الهضره يعني عام الصمت في داك المكان، في داك المكان ما بقاش بنادم تنسمع بنادم ما تيقول والو، الصمت. هذه هي الملاحظه ديالي. دازت يومين مشيت انا رجعت لطهران انا وداك السيد، وداك السيد بحال ما جلس معايا ويقول لي قال لي كي داير هاد الكوسكوس عندكم بحال هكا. قلت له انا شديت جوجل بحال ما هكا درت كوسكوس وليت نوريه التصاور، ويقول لي قال لي لا راه في ايران تاين عندهم الكوسكوس هو فرج المراه. عرفتي شنو هو؟ عرفتي فاش حسيت انايا؟ راه ما كراتش الارض تشدني ديك الساعه ندخل في الارض وتسد عليا.
تعرفتي شنو هو يعني عندهم الكسكس في ايران، يعني عندهم فوا فرج المراه. يعني نتايا انا بقيت الرياح مع راسي تنقول اي لا بلان، بقيت انا جالس نقول تنقول لهم انايا الكسكس المغربي يعني فرج المراه المغربي داكشي بنين. وعرفتي دابا انت ولا انت اللي كتفرجي حطي راسك في الموقف هذا، يعني اش نقول؟ وبغات الارض تسرط بيا انايا. هادشي وقع لي في 2017 وكنت نكتبهم، يعني كتبت كتبتها في فيسبوك. ودابا جا الوقت باش نعاود انا في فيديو اللي عندنا مازلت نعاود عليه حتى الساعه ونضحك. مازال لي حتى بزاف ديال الناس ملي تنكتب شي حاجه ولا تقولوا لي اه الكسكس مازال لي حتى الساعه. المهم هذه واحد الموقف محرج اللي ما عمري ننساه. ولا مشيت لايران، ومشي غير في ايران، راه كاين في الدول ديال الشرق الاوسط، مثلا كاين الامارات على ما نظن، كاين قطر، السعوديه. الا مشيتي لهاد الدول هادو، ولا مشيتي نتايا ضربه باش تهنى راسك تاخد الاحتياطات ديالك وتاخدي حتى انت الاحتياطات ديالك. الا مشيتي مثلا للدول اللي كاينه في الشرق الاوسط، حاول ما تقولش انك الكسكس، حاول تقول الطعام ولا شي حاجه، لان الكسكس عنده معنى اخر. هذه هي حلقه من البرنامج مواقف محرجه. غادي نحاول انني ناخذ واحد الموقف اللي هو كوميدي، لان بزاف ديال البنات وقعوا لي. يلاه كاتبوا غادي نعاودهم ان شاء الله. الى عجبكم هذا الفيديو هذا كنتمنى انكم تدعموني، قولوا لي شنو الراي ديالكم في الطريقه ديال التصوير. الا كاين شي نصيحه ولا شي حاجه بغيتوا تقدموها ليا، مرحبا على راس العين. الا مشيتي لايران ولا مشيتي للشرق الاوسط، ما تقولش كسكس. والسلام عليكم.